سهم كنا محددينه للصناعات الكهربائية ضمن المألوف منطقة 27 ريع. في عندنا قمة هنا وفي عندنا قمة هنا، الله أكبر لما اخترقناهم التنين وقفلنا فوقهم. اللي يتذكر في الطلوع الله ما بين 27 و28 70، معرفتنا لهذه الأشياء الرئيسية لما يصير ارتداد مضاربي حنعرف فين الواحد يرمي لو ربي وفقه وأخذ من تحت. هذه المناطق المهمة الجوهرية اللي تم كسرها في سهم الصناعات الكهربائية وأعادتنا إلى مربع أو كشفت لنا جبهات على تحت. ما لم أصعد فوقها أنا دائما تصوري هابط. طيب هذا التصور الهابط الآن فين أبعاده تحت 27؟ حيجي واحد يقول لي على نظرية 3 5 7 23. طيب حلو، لكن نحن هذه نظرية يمشي عليها واحد لو كان ما يفهم في التحليل الفني، بس نحن نفهم في التحليل الفني. نيجي الآن ناخذ الفيبو من قاع الموجة إلى أعلى قمة. من فين طلع الصناعات الكهربائية؟ طلع من 11 ريال و58 هللة إلين وصل إلى 37 و30 هللة. 37 و30، هاي صناعات. إيش سويت مع التصحيحات؟ إيش سويت عند 38 فيبو؟ 38 فيبو كانت 27.5، كانت جالسة في منطقة ما بين 28.70 و27، كسرها البي سي آي الصناعات الكهربائية وسقط السهم، وكانت إشارة السلبية منذ أن كسر 27. اليوم سوى حركة وسخة وضغط وسجل أدنى جديد، وطبيعي يسوي الحركة الوسخة لأنه السهم خلاص داخل في السلبية واضح، لكنه قرب من فين؟ قرب من دعم زي البي سي آي، قرب من مطب 50 فيبو. هذه منطقة يا أخوان، منطقة احتمال يصير منها ارتداد مضاربي بشرط ما تكسر. ولو جاء واحد فلنفترض راقب السهم بكرة ولقى إنه السهم قريب المنطقة دي وحب يدخل، كيف نعتبره محترف؟ إذا ارتد السهم معه فوصل إلى قريب مثلا 26 27، قال له مع السلامة، هذا دخل الله يوفق ويبارك له، ولو دخل فكسر السهم المنطقة دي ستوب. هذا إذا حابب المغامرات، لكن هل هذا الدعم استراتيجي بمعنى الكلمة؟ لا. أين لو سألتكم الآن وإنتوا بتراقبوا الشارت، أين المنطقة الاستراتيجية بعد الكسر دال 27؟ أين تتوقعها والشارت مرسوم قدامك الآن؟ أين تتوقع المنطقة الذهبية والدعم اللي ما يخرش المية في الصناعات الكهربائية في حالة الهبوط؟ فين تتوقع أقوى دعم يواجه سهم الصناعات الكهربائية في مرحلة التصحيح؟ دقيقة، أنا قاعد أحط لكم الخطوط العرضية عشان تعرفوا من فين جاي بعد كسر القمم، عشان تعرفوا الموجات الفرعية السابقة لما كان يوصل 28 27، فين كانت قيعان بعض المحطات؟ هذه المحطات. فين الآن الدعم الاستراتيجي في الصناعات الكهربائية؟ فين اجتمعت المعطيات القوية ما بين 21 40 ل 20 30؟ أنا لازم أحسب حسابي، ما دمت غير قادر على العودة والتمركز فوق 27 28 70، ترى أنا لازم أتعامل مع السهم بسوء نية، ترى ممكن يجرني في موجة هابطة في السوق إلى فين؟ ما بين 20 30 ل 21 40، مع الاحترام المضارب 24 44، لكني ما عندي ثقة فيها، فقط هي معطى واحد 50 فيبو. يعني فين أحط الدائرة؟ شفتوا الدائرة فين كنت حاططها عند الدعم الرئيسي؟ مفروض الواحد لما شاف زي كده على طول يفعل وقف الخسارة عند كسر 27، ويبدأ هنا يقعد يقول لك فين أنا أرجع أفكر فيه مرة تانية استراتيجيا، يا يعطيني اختراق ترند أو انعكاسات إيجابية وأرجع فوق المناطق الرئيسية الأولى،
وحتعامل مع أي ارتداد على إنها مناطق للاختبار، وأنا دائما عيني أقعد أقول فين الجبهة مفتوحة تحت، فلن أجد إلا هذا الدعم الرئيسي. وهذا دعم يا أخوان ما يخرش المي. إن جينا نظرنا إلى المتوسط الشهري هنلاقيه يقرأ عند 20-78. إن نظرنا إلى نسبة تصحيح 61% من الموجة هنلاقيها 21-44. إذا نظرنا إلى قاع 2016، واحد من أهم الخطوط العرضية اللي جعلت سهم الصناعات الكهربائية في يوم من الأيام يدخل بقوة ويواصل عملية الصعود، كان استقرارنا وإغلاقاتنا فوق منطقة 20-30-20-80. أنا طبعا يا شباب لما أجي أتكلم كلام زي كده أنا ماني قاعد أأكد على إنه هذا الدعم لن يكسر، ولكن أنا أتكلم عن أفضل الدعوم اللي تواجهنا في الطريق نتوقع منها بنسبة عالية الارتداد، لكن ما في شيء مستحيل إنها تكسر فيتحول السهم. أنا لما أجي إن منطقة زي كده واتخذ قرارات يقوم يكسر لي 20-30، هذه يسموها منطقة إعادة حسابات، يعني أنا اللي بنيته هنا بدي أقول له ستوب. فهمتوا قصدي؟ نحن الآن بنجتهد عشان لا نشتغل بطريقة عشوائية. أنا بأجتهد إنه فين أقوى دعم؟ هنا. أنا طالما السهم في اتجاه هابط تحت 27 و 28-70 أنا ما عندي ثقة في السهم، لكن فين ممكن أفكر فيه؟ أفكر فيه لما يكون عند دعوم قوية. فين الدعوم القوية اللي أنا شايف إنه السهم ممكن يأخذني لها في الاتجاه الهابط بعد كسر هذه المناطق وعدم العودة فوقها؟ دائما ثقتي إنه تقول ما دام أنت في اتجاه هابط أتوقع إنك بكسرك 38 تصحح 61. فهمنا اللعبة؟ طبعا نحن مقفلين زي البي سي آي فوق 50 فيب، يعني لو كان بكرة في ارتداد في السوق وجاء واحد عينه على الصناعات الكهربائية إن كان يبغى يعدل ولا يبغى يضارب، وشاف السوق مرتد وشاف الصناعات عند 24.5 اشترى، نقول له غلط ولا نقول له الله يوفقك؟ بس انتبه، دخولك مشروط، لا تقبل كسرها والإغلاق دونها، عشان إيش حيصير فيك؟ حيكمل نزول. أما لو دخلت وربي وفقك فارتد السهم، مو تروح تحط رجل على رجل وتقول خلاص انتهت الموجة الهابطة. مين قال لك انتهت الموجة الهابطة؟ ترى انت دخلتك هنا ما هي دخلة عشان تقعد. لما يرتد السهم حتحسب حسابك، حتقلب الشارت على اليومي زي كده. يعني على سبيل المثال هاي تعالوا شوفوا الآن لو حصل ارتداد في الصناعات، فين أهم دعم كسر في الصناعات؟ كان 27 وفي قبلها مطب 26.5. شوف أحط الشارت على يومهن، يعني أنا فين مقاومتي؟ مقاومتي من 26.5 ل27. لو اقتنعت ب 26.5 جمل الله حالك، خليه عندي 27. أنت لعبت على المضمون، ما في ثقة في السهم، حتى لو طلع أنت تضمن الإغلاقات، خليه يرجع، خليه يروح يقفل الفجوة. عنده فجوة تاركها حتى قريب 27-70. المهم انك انت دخلت بنية مضاربية وبعت عند المقاومة والله يبارك لهم. ما تقدر تقعد تخاف، لانه يا جماعة لما بيرجع ينزل السهم ترى النزول دردبة في عالم تستنى دردبة وخلاص، تطل في الكميات ما تلاقي كميات، تبقى تبيع ممكن انت لو عندك كميات تيجي تلاقي حاطط لك 1000، ما تلاقي كأنك أنت بتضرب السهم ماركت. فهذول مجانين. شوف 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 أمس السو لما ارتد من يوم ما قرب يبغى يقفل يبغى يروح عند الفجوة حصل بربسة في السوق، نجل ضعيف ما قدر طاح. شوفوا اليوم، شوفوا اليوم إيش سوى، حاول يطلع من يوم ما قرب عند المطب المكسور ما قدر يخترق مع ضعف السوق، وصل عند الأعلى 26-30. شوف إيش سوى، سوى أدنى جديد وطاح. ف
فدائما في الارتدادات المضاربية لا تطمع لأهداف بعيدة، خذ الهدف الأول والثاني وحاول إنك إيش تخفف عنده. اشتريت لك 2000، تقول والله يمكن يطلع، على الأقل أرمي 1500، أرمي 1000، ولما تتأكد إنه نازل أرمي ماركت 500، وأقعد 500 إذا ما يعورك نزولها، تقول والله أنا أمنت صار متوسطها تحت. هذه استراتيجيات أنت مسؤول عنها، أنت تتحمل مسؤوليتها، ما في شغل 100%، أغلبه هو لعبة يعني سدد وقارب، أضمن شيء من لا شيء، فهمنا؟ لكن استراتيجيا اليوم ونحن بنتكلم، إغلاق شهري تحت 27، إغلاق شهري تحت 28، 70، نحن لازم ندخل الشهر ديسمبر وأخذين سوء النية. ما لم نشهد عودة وإغلاقات ودخول سيولة فوق هذا المحور، فأنا دائما أتوقع فين ممكن أفكر في الصناعات بشكل أكثر استراتيجية، هو ما بين 20-30 ل 21-40. علم، فهمنا يا جماعة القواعد هذه كلها؟ ما قلنا في بداية حديثنا التعامل مع الأسهم في الاتجاه الهابط بعكس التعامل مع الاتجاه الصاعد. في الاتجاه الصاعد أنت لما تتعلق من أقرب دعم تعدل، ولو نزل تعدل تقول نحن طالعين، بينما في لما يبدأ السوق يفرط والسهم يفرط أتوقع إنك أنت حتى لو ارتديت وإنت نازل أنت أقرب إنك تنزل، تكون قمة هابطة وتنزل. فدائما حدد لك أهداف بنفس قواعد اللعبة اللي لعبتها وإنت صاعد، وهي نفس القواعد اللي خلتنا نسلطن في يوم من الأيام ونقول إذا اخترق السهم النقطة الفلانية أظهر وبان عليك الأمان، كشف لكم مدري إيش. اليوم يا شباب نحن في سوق ماشي بالعكس، لو كسر المنطقة دي أظهر وبان إيش، أظهر وبان قاع جديد، أظهر وبان أدنى جديد. زي ما كنا نحدد لنفسنا أهداف ما تخرش المية استراتيجيا، لازم الآن نحدد لنا أهداف من فين نشتري لو طاح السهم، مو نقعد فاتحين فمنا، وإذا شفنا إنه فعلا السهم سيء احتمال يجيب 10 ولا 20، أنا ليش أقعد بكامل سيولتي؟ ليه ما أسوي حد؟ على الأقل أوفر كاش لمجارات السهم عند المناطق الرئيسية اللي فاتح جبهتها على تحت. يقول هو ما كسر الترند الصاعد من قاع كورونا، يعني قصدك هذا ترند، هذا حق الفيبو. الترند الصاعد من قاع كورونا كيف؟ الترند هترسم ترند مكسور يا حبيبي، هذا هو، شوف هذا الاتجاه الصاعد حقك، هذا اتجاهك الصاعد مكسور من فوق. من متى بدأ يسقط الصناعات؟ بعدين نحن ما كنا راسمين الترند هذا، لأنه قلنا ما دام في حركة عرضية تمت كان ترندنا في الصناعات لو تتذكروا هذا هو، هذا كان الترند الصاعد في الصناعات الكهربائية اللي كنا نقول لا يكسر فيه ويأكد 28، وإذا كانت في بداية الشهر نجعل تأكيد وقف الخسارة 27. تخيل إنك أنت إلى نهاية شمعة شهر أكتوبر واللعب في لعب، شوفوا شمعة نوفمبر كلها خيانة، شايف كيف الخيانة تمت؟ هذه قناتك الصاعدة الفرعية، قمة أعلى من قمة، قاع أعلى من قاع، هذا الترند اللي انكسر. تعرفوا لو جينا بنينا الآن وشوفوا التكتكة فين دحين، وقولوا يا أبو محمود تحليلاتك بدون ما ترسم قنوات واضحة، خلينا نحط الخط هذا كده هنا، لو جينا أخذنا القياس زي ما كنا نسوي في الصعود لما نخترق دور، لو جينا أخذنا من هنا لهنا في الصناعات قسنا المسافة ما بين القناة دي والخط هذا والخط هذا، وجينا عند الكسر وحطينا هنا، أين أعطاكم هدف الدور الثاني؟ ها إيش تقولوا؟ ها إيش تقولوا الآن؟ أنا ما وريتكم المناطق الاستراتيجية بدون ما أبني القنوات؟ شوفوا الآن أنا بنيت القنوات، وردا على كلام الأخ اللي قبل شوية قال لي طيب هو ما كسر الترند، كيف ما كسر الترند؟ بالله عليك لو هذا في ترند صاعد ينزل النزول ده كله كاسر لك المسار أساسا، ما عنده مسار تقدر ترسم عامودي على فوق
الترند اللي بنراقبه زي حق الخدمات وزي حق المدري مين، كلها قلنا لكم كسر الترندات، كسر الترندات، طاحت الأسهم، سقطت. الآن فين قاع الدور الثاني؟ شايفين كيف بالملي جايب لكم هي قريب المتوسط، وهذه هي المعطيات يا أخوان، هذه اللي نقول عليها أنت لما تحلل تطلع بدراسة تكشف. هذه الدراسة اللي نحن الآن بنحللها إيش بينت لنا في الصناعة؟ ألم تعطي فعلا أقوى دعم؟ أنا في النزول لازم ما أرتكي، يعني ما أروح أشتري لي من أي منطقة دحين، متى أقوي قلبي وأقول والله أنا قريب قاع؟ لما أكون في هذه المستويات. لو جيت قلت والله أنا عند الدور الثاني، أنا عند قناة هابطة رقم 2 ممكن يصمد عندها السهم، حيكون هذا معطى. ولو حسبت على 61 فيبو هذا معطى، ولو حسبت على متوسط شهري هذا معطى، ولو حسبت على الخطوط العرضية هذا معطى. يعني اجتمعت عند منطقة الدائرة خلال ديسمبر كل المعطيات الفنية، فسأبقى على سوء ظن حتى لو ارتد الصناعات. يضحك علي، يجرني للشراء في منطقة 28 و27 وهو ما اخترقها وما عكس الاتجاه، وبعدين يسحبني لعشرين ريال عشان بس أقول والله راحت علي 3 ريال تروح الثلاثة. إذا مني محترف وأقدر أدخل من مطب وأطلع فوق خليها تروح علي، لأنه في ناس ممكن حتدخل باللون الأخضر وينضحك عليها وبعد فترة يلاقوا طاح قريب العشرين ريال. استمرت الموجة الهابطة في السوق عكس الصعود وعكس التفاؤل والصبر وشررم ورايحين فوق، نفسها نحن الآن بررم منذ أن كسر القناة. ما في، ما يضحك علي في ارتدادات مضاربي. إذا مني قد اللعبة ما أدخل أساساً، أقول له يا تديني يا تروح أخترق لي مسار، غير لي الاتجاه العام اللي أنا شايفه قدامي عشان أروح أسلطن عليك وأقول لك فين رايح. على إيش مستعجل دحين أنا أطارد السهم ولا أقعد؟ شفتوا يا شباب ونحن بنحلل، ماذا تبين لديكم؟ ألم يتبين لديكم سوء السوق وسوء الشركات؟ يعني هل يعقل هؤلاء المضاربين الآن لما يفتحون جبهات زي كده، هل هم واضح إنهم مرتاحين للسوق عشان يوصلون المراحل زي هذه؟ وبعدين كل الخير يا شباب، ترى النجاح في سوق الأسهم، ترى النجاح هو أن تفهم هذه القواعد. ترى أحيانا نزول السوق فيه خير كبير لمن هو منتبه لنفسه موفر كاش، ترى الفرص تتجدد، نحن قريبين من السوق، بس مو واحد مطفي اللمبة ومسكين عايش على أساس إنه يلا. إذا تقدر تفهم الأمور دي وتفرنك وتخفف وتطلع مع الارتداد المضاربي عشان توفر كاش، عشان تحسب حساب أشياء زي كده، هذا نوع من الاحترافية. مو ضروري كل يوم أدخل السوق وأضارب أنا، مو كل يوم ما شفت اللون الأخضر والله مبروك، عادي خليهم يباركوا البعض. ما أنت قد المضاربة لا تدخل في أي سهم ما دام أنت ما أنت شايف اتجاه معكوس حقيقي، لأنه ممكن أنت تدخل فتتعلق فتتفاجأ بعد فترة طاح السهم 20% تاني. مو كل الناس نفس الإمكانيات، قول الله يبارك لهم. أنا قاعد أراقب شارت، أنا والله خلاص شايف أهدافي، أنا فين أدخل؟ ودوام الحال من المحال يا أخوة. لكل مرحلة لها تحليلها ولكل مرحلة لها اتجاهها، ونحن لما بنحلل زي كده ترى بنجتهد، ترى مو شرط، سبحان الله ما ندري، يعني احتمال ما يوصل لهنا، لكن نكتشف ونحن قريبين من السوق مثلا في يوم من الأيام أو بعد شهر شهرين حتى لو ما كان واصل هنا، قد نكتشف مؤشر إيجابي يخلينا وقتها نقول شوفوا يا شباب، على الأقل لما نقول شوفوا الإيجابية تقتنعوا فيها. الآن 90% اللي قاعد معايا مقتنع إنه سلبي ولا مو مقتنع؟ شايف الجبهة تحت ولا مو شايف؟ نحن بنضحك عليكم؟ هذا التوجه خليه يتغير عشان نحن نغير.